لا بد أن أحد أشد المواقف صعوبة هو محاولة الكتابة عمن يكتبنا، فما بالكم إن كان يراد تطويع الكتابة لاختطاط سطور عن كاتب خطابات تجمع المهنيين التي إن جاءت في قرون خلت لعلقت ورب الكعبة في جوف الكعبة. وبعيدا عن المعايرة والموازين ولغايات معرفة قيمة هذه المخطوطات البديعة، ننتقل مباشرة إلى الأثر الذي خلفته، أثر الفراشة الناجم عن مخطوطات البراق النذير الوراق المبتدرة بالعبارة الأثيرة التي لطالما غرست أقدامنا في أرض الوطن شعبنا الأبي. وتلزمنا الإشارة ابتداء إلى أنه لم نكن لنكون في موقعنا هذا لولا دفع البراق وبقية الرفاق، لولا البراق وترجمانه دكتور مهند ياوياو الحاصل على درجة الأستاذية في الراندوك ومفترع العبارة الثورية الأشهر الحلف البل. عليه نقر وبكامل قوانا الثورية بأنه لولا مخطوطات البراق التي كانت تقلنا إلى السماوات ومنشورات مهند التي تعيدنا إلى الشوارع والأزقة، ما كنا نتناقش اليوم في أي السبل نسلك نحو ديمقراطية أمثل أو دون ذلك من خيارات كنا نراها محض ترف حين كان البشير يحدثنا بساقط القول وسقوطه من السجالة. ونقرر أيضا أن خطابات تجمع المهنيين كانت لغتنا يوم صودرت ألسنتنا، وكانت سلاحنا في زمانات البطش، وكانت عزيمتنا حين الانكسار، وكانت اليد الحانية أيام اجتياح الحزن، وكانت مدخلنا للمستقبل الوضيء في عز ما كان الحاضر غائما وقاتما وقام بالظلام. فمرحبا بكتبة الثورة وكتائب ثورة الوعي ومن أعادوا للكتابة تعريفها الأمثل بأنها اندماج وعينا مع النص. مرحبا جديدا بالبراق الذي أعاد للغة سطوتها، ومرحبا بياوياو الذي فكك هذه اللغة ودسها في أيدينا كحلوى العيد. مرحبا بهما في السودان الجديد الذي كانا من بناته بكلمات ليست كالكلمات. المهنيين السودانيين كان كاتب بيانات مواكب التنحي كائنا خرافيا كالعنقاء، سر عظيم من أسرار الثورة، وكنه غامض استفذ الفضول لمعرفة صاحب القلم الأنيق. وطفق الناس يحاكون يوم القادسية الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن أبي محجن وأبو محجن في القيد، فمن يا ترى؟ الوراق صاحب الأدب الجديد في بيانات دنيا السياسة، الحرف حرف زيد والنهج نهج عبيد، فما نفعت التوقعات ولا القراءات إلا أن وضعت الثورة أوزارها. البراق النذير الوراق أسماء دلالاتها مستمدة من التحبير والتعبير، من مهجره أبرق الثوار بيانات ألهبت الحماس والمواكب، بعيدا في مهجره وبصمت كان يعايش يوميات الثورة بكل تفاصيلها، أفراحها وأحزانها، انتصاراتها وانكساراتها، فيدون ما يقيل عثراتها وما يحفز أيامها القادمات حتى جاء نصرها المبين. أخيرا يعانق البراق الخرطومة بعد ثورتها فتبادله عناقا بعناق، وما دير قبيلته من الوراقين إن احتفوا بمقتمه فيردون ذات تعابيره في ذات يناير والثورة طفل غرير، يا شراعا أوصل الزورق للشاطئ فجرا، فيا لأشعارنا وشعرائنا الذين ادخرناهم لعهد جديد. إذن أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا الجزء الأول من حلقة اليوم من دائرة الحدث، والذي نخصصه كما تابعتم لمن كانوا يكتبون بيانات تجمع المهنيين، وهي بالطبع بيانات ألهبت الثورة
وهي بيانات كانت تدل الناس للخروج للشوارع. نسعد جدا إذن بمشاهدتكم لنا على الهواء مباشرة، كما نسعد بمتابعتكم لنا عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تظهر تباعا أسفل الشاشة. أهلا ومرحبا بكم، نرحب بضيوفنا الكرام من داخل الأستوديو، الأستاذ البراق النذير الوراق، كاتب خطابات تجمع المهنيين باللغة العربية الفصحى. باللغة العربية الفصحى أيضا نحييك أستاذ البراق. مرحبا عليكم السلام. أهلا بكم، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. نرحب أيضا بالأستاذ مهند حامد الذي سيكون معنا أيضا على الهواء مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم، وهو كاتب خطابات تجمع المهنيين بطريقة الراندوك. أستاذ مهند مرحبا بك. يا أهلا بكم ومرحبا بكم ومرحبا بمشاهدينا الكرام. نعم، نبدأ هذا الترحيب بياو ياو، ما رأيك؟ عذر ما أسمعك كويس. قلت لك نبدأ هذا الترحيب بالعبارة الشهيرة ياو ياو. نعم أكيد ياو ياو. مرحبا بك. طيب أبدأ معك أستاذ البراق، أولا الحمد لله على السلامة. نبدأ معك مباشرة، من ضرورات أن يكون كاتب بيانات تجمع المهنيين منزوي عن الناس تحت الأرض وغير معروف للناس كلهم، وهذه الشخصية التي كان الناس يتساءلون عنها دائما، من هو الذي يقوم بكتابة بيانات تجمع المهنيين؟ مرحبا بكم وشكرا جزيلا، وشكرا قناة السودانية 24، وسعيد أكون هنا وأترحم على الشهداء وأتمنى عاجل الشفاء للجرحى، وإن المفقودين يعني يلتئموا مع أهله. شكرا مرة ثانية، ودائر أقول إنه واحدة من الحاجات الجميلة إنه هذه الشاشة في أوقات خلت كانت تعبر عن تجمع المهنيين وعن ما يقدموا والخطابات الثورية بأنهم كائنات خرافية وهمية غير موجودة، والحمد لله موجودين في الشاشة نفسها داخل الأستوديو. نعم، لغرابة الحال يعني. نعم، نرحب بك والحمد لله. الحمد لله على السلامة. أيضا ننتقل إلى الأستاذ مهند. أستاذ مهند، يعني أيضا أنت من الشخصيات التي لم تكن معروفة لكثير من السودانيين، وياو ياو هي الجملة الأشهر ربما أيضا خلال هذه الثورة في طريقتها بطريقة الراندوك، ربما أوحت إلى أناس كثيرين أن يقوموا بمشاركة هذه المنشورات وأيضا بالخروج إلى الشوارع وبتغيير حتى طرق وتكتيكات التظاهر والخروج إلى أماكن مختلفة. سؤالي لك، هل كنت تتوقع هذا الزخم الكبير أو هذه الطريقة الجديدة للتعبير؟ هو بالطبع تجربة جديدة، وأكيد لغة ما كانت معروفة لمعظم الناس في السودان وبالذات للناس الكبار، فنتيجة التحليل لبيانات أخونا البراق وتحليله في استديو إنه ما كل الناس بتفهم البيانات أو ما كل الناس، نتيجة للغة العالية اللي كانت بتتداولها، فرأينا إنه والله يا أخي نجرب أسلوب جديد حتى إنه والله يا أخي ندخل ناس في الثورة دي كانوا على الرصيف إنه يكونوا معنا في الثورة، وحققت أكيد المرجو منا وأكثر، فلكن برضو إنه يكون عندها الصدى والوصلة بالطريقة دي ما كانت متوقعة أصلاً، ما متوقعة من أي واحد مننا. طيب، البعض يراكم أيضا مهند، قبل أن أنتقل بذات السؤال لأستاذ البراق، البعض يراكم أنكم مارستم أدبا جديدا أو طريقة جديدة لإرساء أدب جديد في كتابة البيان السياسي، هل هذا صحيح؟ بالضبط، هو الثورة ثورة تغيير وثورة وعي، فالثورة من الأول تغيير كانت وثورة على كل العادات والتقاليد القديمة وعلى حتى التفاصيل الصغيرة بالنسبة لأبهاتنا وأمهاتنا، ثورة بتاع جيل جديد جاي بفكر جديد بعقل جديد بكل شيء جديد، فكان لابد من أنه يكون حتى الخطاب السياسي بتاعهم جديد، يعني نحن بنقول نغير القديم بتاعنا اللي ما بينفع معانا أو القديم المشوه، في إنه والله يا أخي نولد مستقبل جديد وتغيير حقيقي وتغيير يكون مفيد وإيجابي، وماشيين في إنه نصلوا إن شاء الله. نعم، طيب أعود إليك أستاذ البراق ذات السؤال، هل يعتبر هذه طريقة جديدة أدب جديد
من آداب البيانات السياسية التي أصبح البيان السياسي فيها يتداول بين الناس كما الشعر أو كما الأغنيات مثلا؟ هو الحقيقة فعلا هو تجربة بتاع 30 سنة تجربة ما كانت هينة. الشعب السوداني قدم فيها التضحيات منذ فجر 30 من يونيو عام 89، ونحن كأجيال كانت في الوقت ده كنا صغار في السن، كنا بنتابع أشكال المختلفة للمقاومة ووصلت لحد الاغتيالات والأذى والهجرة والتشرد والقتل والضرب بالأنتنوف، كل أشكال القمع اللي واجهت الشعب السوداني خلقت وعي جديد عند الأجيال الجديدة، وكانت محاولة مننا لأنه نقترح شكل جديد حتى يعني يكون أشبه بالمفاجأة للنظام المباد. يعني هو اعتاد على الشكل التقليدي للبيانات للغة السياسية المباشرة، واللي هي دي كانت في كثير من الأحيان كانت ملاحظاتنا في جيلنا وفي الجيل اللاحق بعدين إنها هي ما كانت جاذبة كفاية، فكان بالضرورة اقتراح أشكال جديدة ولغة مختلفة يعني تكون مثيرة ومدهشة وتدعو للتساؤل. يعني كنتم تتوقعون هذا النجاح؟ طبعا هي احنا ما عملنا شيء جديد، بس احنا عملنا تشكيلات مختلفة في اللغة نفسها، اضفنا مفردات جديدة للغة البيان السياسي كانت جاذبة ونجحت الحمد لله. طيب هذه اللغة وهذه البيانات ربما كانت برأي كثيرين من السودانيين الذين يتابعوها كانوا من المعجبين بهذه البيانات، سواء كانت البيانات باللغة الفصحى او بالراندوك او بالطريقة العامية العادية، يتساءلون عن ما هي الطقوس التي يمارسها الكاتب ربما من كتابة هذه البيانات. أنت تعلم أن للكتاب طقوس، ربما مكان معين، طقس معين يمارسه الكاتب حتى يستطيع أن يخرج قطعة أدبية، وأنت قبل قليل أكدت أن هذه الطريقة هي طريقة جديدة ربما يشي ذلك أنها قريبة أيضا من الأدب بشكل من الأشكال. صحيح، أنا دائما ما أقول أنا يكتب للشارع، يعني أنا عادة بكون أيام المواكب خصوصا المواكب الرئيسية المركزية يوم الخميس مثلا، كان بالنسبة لي متابعة تعليقات وانفعالات الشارع في السوشيال ميديا وحتى داخل مكاتب الإعلام تجمع المهنيين، كانت التعليقات والنقاشات كانت بالنسبة لي ذخيرة أحملها على كتفي يعني، وأنا أسامة بطير البيان هي تتنزل في شكل كتابة في شكل البيان اللي بيختم به اليوم. فحقيقة كان حركة الثائرات والثوار، نشاطاتهم، مقولاتهم، انفعالاتهم، بكاؤهم وضحكهم وسخريتهم كلها كانت بتشحنني بطاقة إيجابية، لأنه أنا أعكسها في البيان في بقوالب لغوية مختلفة بحيث أنها تأدي الدور المطلوب. وكنت بسعد جدا لما ألقى التعليقات إيجابية تجاه البيانات اللي بتتكتب، بالرغم من انه بعض الناس بيقولوا ما فاهمين بعض العبارات بعض الكلمات، وانا افتكر انه دي كانت محفز لكثيرين انه يعودوا، واللغه العربيه بثراء والقران الكريم مثلا بمفرداته البديعه، كان في كثير من الناس بيرجعوا وبيسترجعوا معلومات ومعاني كانت بتمر عليهم ما كان بينتبهوا لأنه هم يفهموا معانيها ويصبروا أغوارها. جميل، أنتقل مرة أخرى لمهند. مهند، هل ثم طقوس كان يمارسها دكتور مهند حينما يكتب بيانات تجمع المهنيين؟ طبعا الحال بيختلف عن الأستاذ البراق، فأنا كنت موجود جوا السودان وموجود كثير الترحال، لكن معظم الوقت جوا الخرطوم، وبالإضافة للمهمة بتاعت الكتابة بتاعت البيانات ممكن لنا كلجنة الطباء السودان المركزية المهمة بتاعت الأتيام بتاعت الطوارئ لعلاج الجرحى والمصابين، فدائما التجهيزات قبل الموكب يومين ثلاثة بتكون من ناحية علاج الجرحى والمصابين وتجهيز الأتيام الميدانية، فكنت كثير الترحال وكثير التنقل، فدائما الملهم لي درجة الاستعداد بتاعت الشباب والسوار والسائرات في الشارع. يعني دائما لما يكون بكره موكب بتحس انه زي كانه يوم وقفه بكره في عيد، بتحس انه الشارع ما طبيعي، الكل مترقب والقاعد عند ست الشاي القاعد، فدائما وانا سايق بوقف على جنبه بكتب عباره عبارتين، بكتب جمله جملتين نتيجه لشعور لحظي ونتيجه لمنظر شفته في وقته، بكتب برجع بواصل، فبعد ذاك في اخر اليوم برجع ارتبها وصيغه بالصوره المناسبه.
نعم جميل. طيب الوراق عود إليك أيضا مرة أخرى. وجودك في خانة بعيدة عن المواكب وعن المعايشة المكانية والجغرافية لتفاصيل الثورة هنا، ألم يصعب ذلك من مهمة الوراق؟ بالعكس، كانت نفسيا يمكن نفسيا البعد المكاني كان له دور، لأنه الواحد ما مشارك بجسده في الشوارع يعني. لكن كانت من ناحية ثانية، من ناحية براغماتية بحتة، عملية أفضل الوجود خارج السودان، لأنه في نوع من الاطمئنان، في قدرة على المتابعة اللصيقة، والإجهاد أقل. إجهاد هو إجهاد ذهني، إجهاد بتاع متابعة، لكن ما إجهاد بدني وجسدي. وبالتالي كان بالنسبة لي يمكن كنت حزين إنه أنا بعيد من الشوارع في الخرطوم، لكن من ناحية عملية كان نظرت لها بعد يوم 11 أبريل وما تلاه، كنت دائما بشعر بأنه كانت مسألة إيجابية. هل كان من السهل عليك أن تكون براغماتيا في هذا الشيء؟ يعني ربما مشاهد الآلاف، مئات الآلاف، حتى وصلت الأعداد إلى الملايين في الشوارع، هذا الأمر أثار حفيظة كثير من السودانيين. طبعا كانت ما سهلة لأسباب يمكن جزء منها ذاتي، لأنه زوجتي، أخواني، أصدقائي في الشوارع تم اعتقالهم. يعني أنا زوجتي تم اعتقالها عدد من المرات، أخواني تعرضوا للضرب، الأصدقاء اغتيالات، أقربائي يعني استشهدوا وارتقوا في درب الثورة. كان شيء مؤذي، لكن كان دائما الإصرار والعزيمة على استكمال الدرب، لأنه كان بالضرورة إنه ما نقف. يعني دي واحدة من حياتي اللي كنت بطمن بها نفسي، إنه نحن لازم ننتصر وسننتصر، والحمد لله هو بدأت الانتصارات تترى يعني. جميل. دكتور مهند، البعض يقول أن بيانات الراندوك التي كنتم تكتبونها هي كانت بيانات موجهة لشريحة معينة، لشريحة الشباب. هل تعتقد أن تلك البيانات كانت بصورة أشمل، أعم، كان يمكن حتى الكبار أن يفهموا هذه اللغة، أم أنها من أن هذا يعني هذا التصريف صحيح، هي كانت للشباب فقط مخصصة لهم يعني؟ طبعا هو الراندوك من البداية كان لاستصحاب جزء من الشباب، كان لحد ما بيعنيهم التغيير، أو ما جاذب بالنسبة لهم، ما جاذب المظاهرات، ما جاذب المواكب. ففي الأول هو كان للشباب ولفئات كبيرة جدا من الشباب، سواء كان في العاصمة أو في الأغاليم. بعد ذاك الصدى أو الاستجابة الواسعة اللي إياها خلت إنه والله بعض الفئات العمرية بالذات الناس الأكبر مننا سنا، في إنه والله يا أخي يفتشوا معنا شنو الرندوك، والصورة النمطية اللي كانوا خدتنا في عقلهم إنه والله يا أخي هي دي ما لغة أو لغة شماسة زي ما بقولوا، إن لا والله يا أخي هي تاريخ أولادي أنا في البيت بيعرفوها، أنا الأفضل أمشي أفتش عنها، أمشي أعرفها أو كده. يعني اتوسعت القاعدة اللي بتسمع أو اللي بتقرأ أو بتشاهد البيانات على الرندوك بصورة كبيرة جدا. نعم جميل. البراق، في كثير من الأحيان كتبت بعض البيانات بلغة رفيعة، وصفها البعض بأنها رفيعة، وربما كانت صعبة أيضا على الكثيرين في فهم بعض مصطلحاتها، بماذا ترد؟ حقيقة هي بفتكر شكل من زي ما قلت في الأول، إنه هو جزء من الجاذبية للبيانات هي الصعوبة نفسها، الصعوبة في فهم بعض العبارات. لكن هي في يعني أنا كنت مثلا بهتم بأنه الشعر السوداني كان بالنسبة لي ملهم جدا، ويمكن كل المتابعين والملاحظين إنه كل البيانات كانت تصدر بشعر لشعراء سودانيين لأجيال مختلفة، شعر من الحقيبة، شعر من الفترات الستينات، حتى شعر مغنى، شعر تم يعني هو أشبه بالشعر العاطفي، فتم تحويله للصيغة تحت البيانات، لأنه أنا كنت بشعر إنه المفردة يعني مثلا ألوان الزهور كانت مثلا معاك يبقى الزمن حاضر، مثلا للفنان أبو عرك البخيت له تحية، كنت بشعر بها إنها بتشبه الموقف المعين. برضو الأجيال المختلفة للأجيال يعني للشعراء نفسهم، نجلاء عثمان التوم الشاعر العظيمة، الأستاذ إبراهيم البكري شاعر كبير، فكنت بحاول إنه أكون قريب في بعض في 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 بعض المفردات وفي بعض اللغة لفئات مختلفة، لكن داخل النص ممكن يكون في صعوبة في بعض الكلمات،
لأنه زي ما قلت بديها نوع من الجاذبية اللي هو مرات الغموض في العبارات نفسه بيخلي فيه تشويق انجذاب وتشويق لإثارة في معرفة كن هذه الكلمة أو هذه العبارة أو هذا التعبير. نعم دكتور مهند، البعض أيضا يرى أن بياناتكم كانت ترجمة لبيانات من شاكلة البيانات التي كان يكتبها أستاذ البراق، ما رأيك؟ ترجمة للشباب يعني. بالضبط، يعني نحن بيانات البراق داخل التيم الإعلامي في تجمع المهنيين كنا بنستمتع بها جدا، لكن برضو في بعض الأحيان بنعاني منها جدا، إنه بترجع تقراها تاني مرة حتى إنك أنت تستوعب أنت قاعد تقول قاعد تقرأ في شنو، أو الزيت بالضبط جنو من القصة. نعم. دي الزيت يعني خلاصة أليس كذلك؟ الخلاصة لكبار الزيتون زي ما بقوله. نعم. فالخلاصة دائما بيحاول إنه والله يا أخي في ناس ما عندهم الصبر حتى إنه يقروا المقالات الطويلة الجميلة دي بالسرد الجميل ده، فكنا دائما بنشوف إنه والله يا أخي ندي الناس زيل الخلاصة أو الزيت ده في حاجة بسيطة، وفي نفس الوقت تكون بأسلوب جاذب وأسلوب يحمسهم أكثر. نعم. هل ساهم وجودك في المهجر أو في أرض المهجر بعيدا عن السودان في أداء بعض المهام؟ يعني يقولون السودان، يعني السودان فيه عدد كبير من المهاجرين، البعض يقول أن المهاجر قلبه أرهف من الشخص الموجود هنا ولديه حالة من الحنين الدائم إلى الوطن، هل هذه الحالة النفسية ساعدت البراق على الكتابة ربما؟ صحيح، هو طبعا أنا بتجربتي أنا أظن أنه غالبية المهاجرين السودانيين قلبهم في الخرطوم أو في السودان وعقلهم في العمل في الحركة برا، وكان واضح أثناء الثورة الدعم الكبير اللي قدموه المهاجرين المقيمين بالخارج، السودانيين المقيمين بالخارج، الدعم بكافة المستويات، وأنا شخصيا يعني تلقيت أو كنت كانوا لي عون يعني المهاجرين في المناطق اللي أنا كنت فيها. ففعلا الواحد بيكون شاعر بأنه هو وما زالت الحنين والعاطفة والسؤال عن الناس والأحوال، وخصوصا أيام المواكب أنت دائما بترجو الله إنه الناس ترجع سالمة بيوتها يعني كلها، خصوصا إنه أنت بكون في جزء من المسؤولية بتتحمله، مسؤولية بتاعت الدفع بالناس، لأنه يعني حتى ولو كان المسألة دي هي طبعا هي كانت عزيمة الشعب السوداني، هو محتاج للتغيير ودائر التغيير. البيانات كانت عامل مساعد يعني لأن الناس تصير على المواصلة. هل هذه النقطة بالتحديد كانت سهلة بالنسبة للبراق، نقطة أنه يكتب البيان الذي يقول للناس اذهبوا إلى المكان الفلاني أو قوموا وثوروا أو تظاهروا، هذه المهمة؟ أي نعم أن الشعب السوداني هو من قرر أن يخرج إلى الشارع، لكن هذه المسألة بالنسبة لكاتب مرهف كيف هي مسألة صعبة جدا، صعبة جدا وقاسية قاسية، لكن برضو كان العزاء إنه طبعا التيم الفريق العامل في الإعلام أو في لجان الميدان هو فريق كبير ومنظم ومرتب، فكثير من الأحيان تتوزع المسؤولية بين أفراد كثيرين منهم جنود مجهولين، ومن هنا اليوم التحية يعني في الميدان وفي الإعلام في قوى الحرية والتغيير وفي تجمع المهنيين لا زالوا موجودين، ممكن نحتاج لهم ما معروف الظروف، لكن اليوم التحية هم كانوا سند حقيقي، يعني سند حقيقي لأنه والتعاون المسألة تحت التعاون حتى في الإخراج النهائي للبيان، ملاحظات الكلمات التقديم والتأخير، يعني ده كان بالنسبة لي يعني دعم نفسي عامل مهم، لأنه هو ده عمل جماعي بنقوده جماعة وفي نجاحات على الأرض، ودي برضو كانت من النواحي الإيجابية جدا إنه كنا بنشاهد النجاحات على الأرض يوم وراء الآخر يعني. نعم. طيب مهند مرة أخرى أعود إليك، هل كانت هنالك أو كان هنالك سابق معرفة بينكم وبين البراق أو أي من الأشخاص الذين كانوا يساهمون في كتابة البيانات تحديدا في الفترة السابقة، أم أنكم التقيتم في أوقات أخرى بعد الثورة مثلا بعد سقوط البشير مثلا؟ معظم التيم الإعلامي في البداية كان موجود دكتور ناجي، وبعد أكتم اعتقاله معظم التيم الإعلامي ما عدا الأطباء منهم أنا ما التقيتهم أبدا. البراق ذات نفسه أنا ما لقيته أو أول مرة أشوفه فيس تو فيس،
في السودان هنا قبل يومين ثلاثة في مقر تجمع المهنيين السودانيين. لكن زي ما قال أستاذ البراغ إنه والله يا أخي كانت في صيغة مفرطة، في هم واحد، في عمل من أجل هدف واحد، فكانت كخلية النحل يعني الجروبات بتاعت الإعلام. وحقيقة استفدنا جدا من وجودنا مع بعض في إنه الواحد غير إنه يستفاد لغويا يستفاد من إنه يا أخي عنده مقدرات تانية اكتشفها في وجود المجموعة، إنه قادر إنه يقدم أكتر وأكتر. فلهم التحية جميعا، ونتمنى إنه ما نحتل لهم زي ما قال البراغ تاني، لكن نكون على تواصل إن شاء الله. نعم. طيب أستاذ البراغ، ما هي أكثر البيانات التي علقت في ذاكرة البراغ حتى الآن؟ هل هنالك بيان معين؟ البيانات عموما في بداية مشوار الثورة في مواجهة الأخيرة، أنا دائما بحب أكون دقيق في التسمية دي، لأنه أنا بفترض أن الثورة دي من 89 هي مستمرة وبادية وبأشكال مختلفة. لكن بيانات يناير العشرينات، من يناير 24 يناير، بيان 29 يناير، كانت من البيانات الملهمة. البيان السابق 6 أبريل اللي هو كان جدولين مع بعض لأسبوعين، كان بالنسبة لي يعني لأنه سبقوا نقاش كثيف جدا في هياكل التجمع وفي مكتب الإعلام حول 6 أبريل نفسها والنجاحات والإخفاقات الممكنة وكيف تفاديها. فكان بالنسبة لي ده بيان مفصلي، كان بيان مهم ومفصلي، والحمد لله يعني أدى غرضه يعني. جميل. طيب استخدمت الشعر في عدد من البيانات كما ذكرنا قبل قليل، وذكرت بعض القصائد للفنان العظيم أبو عارك البخيت وغيرهم. أولا، ما هي ضرورات استخدام الشعر في بعض البيانات؟ وهل تتذكر بيان قمت بكتابته في الشعر؟ طبعا هي أغلب البيانات صدرت بأبيات من الشعر، وزي ما ذكرت إنه الشعر هو كان الشارع هو اللي بيلهمني بأنه المشهد المعين اللي أنا شفته في صورة أو في فيديو أو من خلال اتصال تلفوني مع بعض الناس اللي كانوا في الشارع أو كانوا في المواكب، شنو ممكن يعني يعبر عن المشهد ده. وأنا من بيت فني، بيت يحب الشعر والثقافة والقراءة وكذا، فكان بالنسبة لي يعني العبارات الممكنة عشان توافي يعني تشبع الناس اللي كانوا في الشارع ومغبرين وبالعرق وبالدماء وكذا، يعني شنو ممكن يكون مريح لهم، يعني يكون يبرئ جراحهم شوية حتى ولو ما أبراء بالكامل. يعني هو كان بالنسبة لي مثلا لما نتكلم عن يا شراع، يعني الناس بيحبوها جدا، هي قصيدة للأستاذ معتصم الجزائري وتغنى بها الأستاذ الكبير محمد الأمين مثلا، هي قصيدة أشبه بالشعر العاطفي. لكن أنا كان بالنسبة لي المواكب اللي شفتها في مدرمان وفي الجزيرة، قرى ممكن الناس في الشمال أو في الغرب السودان في الشرق ما سمعوا بها، يعني العقدة المغاربة ومناطق بعيدة حتى من شارع الزلط الرئيسي. فكان بالنسبة لي دي أشبه بذورق حقيقي، هو شد شراعه ومنطلق نحو شواطئ الحرية والمجد يعني. نعم. جميل. طيب أعود إليك مهند أيضا بذات السؤال، هل يمكن أن تعطينا يعني حتى ولو جزء يسير من أحد البيانات التي كتبتها بلغة الرندوك؟ طبعا بالطبع إن كنت تذكر يعني حتى ولو سطر جملة واحدة، ربما البعض متشوق أيضا للبراق ولك أنت. أشهر عبارتين ممكن أقول اللي هي كانت البداية بتاعت البيانة والتحية ياو ياو، ومنها بدت كاسم ومشت عليه. والمقولة الثانية اللي هي برضو الدعوة للمواكب بتاع 6 أبريل اللي هي الحلف البل. وهنا أنا أنبه إنه شخصيا أنا ما أعرف مصدرها أو أول ما أطلعها منه، فهي قاعدة في راسي، لكن قدرت استخدمها في اليوم ده بالذات. نعم. أو يعني أول استخدام لها كان في هذا اليوم، فكان استخدام يعني ممكن نقول بصورة رسمية. فبعد ذاك انطلقت كالنار في الهشيم، وأصبح الكل يتداولها حتى اللحظة. الحلف شنو؟ الحلف البل. نعم.
الحال في البلد. طيب أعود إليك مرة أخرى أستاذ البراك، كيف وجدت البلد بعد الثورة؟ أنا اختبرت التغيير وأنا داخل على المطار من الكاونتر الأول بتاع الختم بتاع الجوازات، بعده في كاونتر الناس عارفاه وبتاع جهاز الأمن أفتكر، فدائما بيكون هو ده مكان مخيف بالنسبة لك، بيشيلوا الجواز وبيعملوا كده. المدهش وأنا يعني لحظتها شعرت إنه فعلا حدث تغيير لما الرجل بتاع الكاونتر اللي في مكاتب الأمن ده أو في الكاونتر بتاع الأمن ده قال الناس اللي عندهم جواز سوداني اتفضلوا ادخلوا. عادة كان الناس اللي عندهم جواز سوداني هم اللي بيقفوا والناس الأجانب هم اللي بيتفضلوا جوا، فكان بالنسبة لي دي شعور حقيقي إنه التغيير بدأ. يعني أنا ما بقول إنه وصلنا البيك أو الأوج بتاع التغيير، لكن كان بالنسبة لي شعور بالسعادة، يعني إنه ده ملمح ولو صغير لكن كان بالنسبة لي ملمح مهم من ملامح التغيير في السودان. جميل. طيب أستاذ مهند أو دكتور مهند عفوا، هل انتهى دوركم هنا عند سقوط البشير وأيضا تشكيل الحكومة الانتقالية الآن ورئاسة الدكتور عبد الله حمدوك كرئيس لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية والبدء في أعمالها رسميا، هل انتهى دوركم ككتاب للبيانات؟ هو بالطبع حكومة، يعني نحن ده في خطواتنا الأولى وفي سنة أولى الديمقراطية، فحكومة لسه جات في وضع صعب وحكومة لسه بتتلمس في خطوات الأولى، فدائما أنا بخاطب أو بتكلم كمهني إنه دورنا يا ذا بيبتدى في إنه نحن لازم نغومه ونسنده متى ما ضاعت الضرورة، وإنه بالإضافة للجان المقاومة وللجان الأحياء مفترض كل واحد يأخذ يد من يدين الطفل اللي هو يا ذا بيتعلم المشي ده ونعبر به لبر الأمان. فأكيد المرحلة الجاية هي أصعب من اللي فاتت، وهذه مرحلة بتاعت بناء ومعروف إنه والله يا أخي الهدم أسهل من البناء بكثير، فأكيد نحن داب خشين على المرحلة الأصعب. نعم. طيب أستاذ البراق أخيرا، هل تفكرون في جمع وطباعة بيانات الثورة؟ والله التفكير موجود، التفكير موجود، لأنه واحدة من يعني المشكلات اللي تواجه السودانيين إنه كثير من تاريخهم غير مكتوب، ولما يكتب ما بيكتب في لحظته، بالتالي دائما بيكون بيتعرض للمغالطات والاختلاف في وجهات النظر وكذا، فبالتالي هو مشروع موجود في أذهان كثيرين منهم ناس مسؤولين وكذا، وأتمنى إنه يرى النور يعني مادة مكتوبة للتوثيق وللأجيال القادمة إنها تشوف أو تقرأ ويعني تعرف إنه كيف تمت الثورة، لأنه المحافظة على المشروع التغيير نفسه بيحتاج إنه يكون في التجربة تكون حاضرة في أذهان الناس. يعني أنا أشكرك جزيل الشكر ونقول لك الحمد لله على السلامة مرة أخرى. أستاذ البراق النذير الوراق كاتب خطابات تجمع المهنيين باللغة العربية الفصحى، شكرا جزيلا، سعدت جدا بهذا الحوار وتشرفت أيضا، شكرا جزيلا لك. شكر أيضا لدكتور مهند حامد كاتب خطابات تجمع المهنيين ولكن بطريقة الراندوك، شكرا جزيلا لك دكتور مهند حامد. أيضا شكر لكما. نذكر أن أستاذ البراق أتى للسودان من أرض المهجر قبل بضعة أيام وكان في استقباله عدد كبير من السودانيين، وأيضا الدكتور مهند أبت نفسه إلا أن يشارك معنا في هذه الحلقة فأتحفنا وشرفنا أيضا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكما. شكرا كثيرا. مشاهدينا الكرام لم تنتهي هذه الحلقة، بعد الفاصل موضوع جديد.